إن ما يميز إنسان العصر الحديث تمكنه من تطويع الطبيعة لصالحه، وبالعلم استطاع أن يخضع الأمور للتجربة والاختبار للحصول على نتائج تسهل من سيره في الحياة، فكان لابد أن يعمل ويشقى كي يستمتع بحياة كريمة. هذا ما سعت إليه الحكومة الإريترية مع بزوق أول فجر للحرية. وخاضت الحكومة الإريترية حربا من نوع آخر في بناء الوطن، وواجهت تحد جديد ضد ما خلفه المستعمر في البلاد: وضع اقتصادي متدني، موارد بشرية محدودة، شعب الرحل يعيش في مناطق متناثرة، غزو خارجي طامع. ورغم كل هذه التحديات، استطاعت فترة الاستقلال العشرين أن تخلق فرقا في حياة المواطنين ليتحقق ما لم يكن ليتحقق في سبيل إرساء الخدمات الاجتماعية التي من أهدافها السعي وراء إقرار العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الحياتية ودعم كافة السبل والإمكانات التي توفر الرفاهية والرخاء لكل فرد وعائلة وجماعة في المجتمع. وفي هذه الحلقة سنتطرق إلى الخدمات الاجتماعية التي تم إرساؤها في إقليم شمال البحر الأحمر لتكون محطتنا الأولى مديرية قارورة، وما أولته الحكومة الإريترية من اهتمام في تحقيق العدالة الاجتماعية بالمناطق النائية. تضم مديرية قارورة 9 ضواحٍ، وهي قارورة، جلاء، عراج، حليبت، عيقت، حشكب، أفلاق، مهممة، ومرسى تخلاي. وتعتبر قارورة من المناطق الأولى التي نالت حريتها إبان فترة الكفاح المسلح، فقد تحررت مع بداية سنة 1977، واحتلها العدو مرة أخرى سنة 1979، ليتم تحريرها بشكل نهائي في سنة 1984، بعد أن دمرت القوات الشعبية جبهة العدو المعروفة بوك أو إز. وبعد الاستقلال بدأ المواطنون يتقاطرون ويعودون إلى أرض الوطن بعد سنوات من اللجوء والحرمان، لتدب الحياة من جديد في المديرية بعد أن أنهكتها سنوات الحرب الشديد. يزاول سكان مديرية قارورة النشاطات الزراعية والتجارية كمصدر للعيش، بينما لازال البعض يعيش حياة الترحال. وتمتلك المديرية أراضي زراعية خصبة وسخية في نفس الوقت رغم الأمطار الشحيحة، فهطول الأمطار 3 مرات في السنة كفيل لإدخال محصول زراعي وفير، وهطولها مرة أو مرتين كاف لتوفير العشب للماشية. لقد كان الحال مغايرا في تلك المديرية في الفترة التي سبقت الاستعمار الغاشم، فالمنطقة شهدت معارك طاحنة ومتتالية لا زالت محفورة في أذهان من ذاقوا مرارتها. العدلة أساسها دي حرب عنت درجي دي إلا منطقة الله لا توقع لها حملات دودة إلا منطقة الله العلاط هذا دي 84 من إلا جبت دمسستو وجبت طبطت هذا يعني برضو كان مرة أقبلة برضو دم سسو وقيسة منا حكوها حرية تنتا حرية عباية مطاطة هذا حكو حرية مطاطة شعب من كل أكان عند الجامعة من كارج مطاطة ومن داكل ومدينة عقيمة والتفتا قبا التلا مدينة الله تغيير لم تطو دي 20 سنة
لا توقعت درجة تبا الله مدينة الله مباني قاب أديبا دكاكين جامعة ديبا أبيات مرو قاب أديبا أي حاجة هتتوفر ديبا. محميمي جد لا يتجدى من الاستعمار اللي كان موجود في الشعب الإريتري كان مستعمرة محميمي. المهميمة اليوم إن أفتكر بها ديادة من المدن الإريترية أو من المستعمرات الإريترية الأخيرة. المهميمة بالأمس كانت سقيعة دي المكان اللي قاعدين فيه حصة، ويوم الليلة ده أصبحت وتقارنت مع المدن. الليلة بمجهود بتاعت الشعب بإمكانيته البسيطة المهميمة أصبحت بدرجة متقارنة جد لا يتجدى من المدن الثاني. لكن المهميمة يوم الليلة دي حتى المقاتلين اللي كان حرروها من الاستعمار الفاشل يوم الليلة دي يفتكروا في المهميمة، لما يجوا في المهميمة الليلة يدعوا، لأن المهميمة اللي يعرفوها أمس والمهميمة اللي يعرفوها الليلة أصبحت. إذن لم يكن الوضع مبشرا في تلك الفترة، فقد كانت المؤسسات الصحية محدودة ومتدنية وغير كفوءة، والموارد البشرية متردية، وأدوات طبية رديئة وغير متكاملة، وانعدام برامج صحية فاعلة كالتطعيم، والأدهى من ذلك حرمان السكان من الخدمات الصحية الأساسية. وقد شهدت الخدمات الصحية في إريتريا نقلة نوعية كما وكيفا في كافة المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والتأهيلية، حيث تحققت إنجازات متميزة في كافة المنشآت الصحية خلال السنوات العشرين الماضية. وسعت الحكومة الإريترية ولا زالت لإحداث تغيير نوعي في المناطق النائية وترجمة ذلك عمليا لضمان صحة كل فرد من أفراد المجتمع، إيمانا منها بأن المواطن المعافى ينتج مجتمعا معافى، وهو بدوره يخلق شعبا يتمتع بصحة جيدة. فالإنسان هو الطاقة الفريدة في إحداث التغيير الاجتماعي الذي يساعد لامتلاك وطن يتمتع بموارد بشرية غنية. بناء الإنسان هو بناء الأرض، يعني الثروة الحيوانية مربوطة بالأمطار تتلاشى وتروح، لكن الثروة التعليمية اللي يقول لها هي الثمرة اللي تقدر تعيش معك لا من أنت موجود على قيد الحياة. يعني فالرعاء يعني كان يمتلكوا 200-300 راس في التسعينيات، الليل هم عمال في الرصيف أو عمال عطالة قاعدين هنا، والناس من خلال تجاربها واشتغلت حياتها في الأعمال الشاقة ملوها، وبالإضافة لكده في إجبار، يعني إجبارية التعليم هي النجاح. يعني طفلك رغم أنفك وغصبا عنك، يعني في بعض المناطق يعني هسي رسوم ما يدوا للولد، كراس ما يدوا، الحكومة تبذل قطارية تدي كراس تدي قلم عشان بكرة هو يبقى شنو؟ مواطن صالح وينجح ويقدر يكون في المناطق الحكومية. لقد أصبح الشعب اليوم يتلقى خدمات صحية من مسافات لا تزيد عن 10 كيلومترات، وتقلصت حالات الوفيات عند الأمهات والأطفال، ولم يعد ما يعرف بمرض شلل الأطفال متواجد بالإقليم. وازداد وعي الشعب في المجال الصحي، وبات يتعامل مع العادات والتقاليد الضارة بوعي ومسؤولية، ولا سيما ختان الإناث. وتحظى المناطق النائية جل اهتمام الحكومة، وإنك لا تجد في أقصى الحدود الإريترية السودانية مركزا صحيا يقدم خدمات صحية متواصلة، فضلا عن تنظيم برامج تعبوية حول أهمية التطعيم، صحة الأمومة والطفولة وغيرها من نصائح طبية، مما ساهم في زيادة عدد الحوامل اللائي يرتدن المركز قبل وبعد الولادة لتلقي العناية الطبية اللازمة وضمان صحة الوليد الذي يمنحنا بابتسامته الأمل والطمأنينة. حتى أمي انسر حرست من قبل، لأن هي أول مرة انسر عندي، كالي مرة أقصص يومتها دي بيتها نمتا لحالة أو حالة تجناها انقنها أقوها أول شهر 45 يوم كتابت كمبا بدير انسر نسلها ودي بيتها كالو كد نسلها، ومن دي محالة الليل نراقبها
دبا سنة أربعة وكده ومنه على العلقة تمتنا كمان لقلة ونصار دي متنا ساحة نتراقب دي بالله كل ميزان هو دقلة والميزان ناي دام ملونك أي سقلة وميزان ناي كبدتنا ياندري وفوليك أسيد ناي واحد دم نايبة وبرضو دراسات نايبة كوك نابرك كوت تكزي أنا لما أقول خطط يعني يعملوا برنامج بيت عمره 15 12 سنه لما تتزوج الاسباب شنو بالمنطق يعني اقناع يعني بدل ما يبقى بالجبار بالاقناع والناس بعد ذاك تعتاد عليه وتمشي تلد في المستشفيات يعني حالات كثيره يعني في السنه دي مثلا واحده بس ما وضعت في المستشفى وهي بكر توفت به يعني فاذا كانت دلائل يعني المره لما تضع في المستشفى تجي العنايه من الدكتور اهتمام والناس تهتم بها لا شك بأن العلم أساس التطور والنماء وهذا ما جعل الحكومة الإريترية لا تفرط في هذا القطاع بل عملت لإيصاله إلى أقصى بقعة من التراب الإريتري وفي مديرية قارورة بدأ التعليم مع بداية الاستقلال وكانت هناك مدرسة واحدة في بادئ الأمر يرتادها عدد قليل من الطلاب لأن سكان المنطقة لم يستقروا في مكان واحد وكانوا يتنقلون من مكان إلى آخر وفي الوقت الحالي شهد التعليم نمواً بنسبة 49% فهناك 8 مدارس ابتدائية ومدرستين متوسطتين ومدرسة ثانوية وروضة للأطفال وقد تم افتتاح المرحلة الثانوية في مهممة في السنة الدراسية 2010-2011 لتختصر بذلك مسافات طويلة إلى طبرة كان يسلكها الطلاب في سبيل طلب العلم والرغبة فيه والسنة الأخيرة من السنة الفاتت طبعا السنة الفاتت طبعا كم 130 طالب كانت النسبة ارتفعت لي كم 70 طالب السنة دي وعندنا برنامج إن شاء الله مع الأبهات ومع لجنة الآباء وكل الاتجاهات المعنية اللي هم التعليم عاملين برنامج يعني نرفع نسبة الطلاب في المدرسة دي للسنة الجاية لحد 2013 يمكن يعني عندنا برنامج نسبة الطلاب تصل لي 500-600 إن شاء الله طلب المزات اللي تطير قيسني حطيت الليت قالت لي تكنولوجيا بل لينا ولا تطور ذات تشبروا معير هلا انت اتوم لورو هلا دي برؤسوس بل تقصوا هلا دي بمت هلا برنامجاتنا نحنا تغيير جنودكم تو حدت لتشكك يكوني الناشي بتاعك الطفل الموجود تحتك لو ما يتعلم من عدوه من صديقه من معنى الوطن يعني شنو يعني أنا لما نقول أنا إريتري أو أنا أقول أي جنسية أخرى يعني من أنا يعني من خلال العلم أنا لو ما قريت لو ما عرفته طالب يمكن يقرأ الليلة يعني من خطوة لخطوة يعرف أقاليم إريترية يعرف القومية الموجودة في إريترية إريترية دي معناها شنو والناس كانت تحارب من أجل شنو وجابت الاستقلال من أجل شنو الطفل الصغير هو المرأة الموجود بتاع الأسرة في المدرسة الكلام اللي يقوله في المدرسة بحذافيره ينقله لأمه ينقله لأبوه ينقله لأخوانه ما يمله يعني مشاركة الإناث في العملية التعليمية أصبح أمراً لابد منه في عصر تلعب فيه المرأة دوراً لا يستهان به في بناء المجتمع وقد ساهمت المدارس المبنية في مديرية قارورة في مشاركة الإناث في العملية التعليمية ولا سيما المرحلة الثانوية منها وقد بلغت مشاركة الإناث في المرحلة الابتدائية 44% وفي المتوسطة 38% وتعتبر زلامة محمود فرج أحد المستفيدات من هذه الفرص متجاوزة الكثير من مصاعب الحياة فهي أم وموظفة وطالبة في نفس الوقت دراسة طبعا غيرت تعليم لي أبو دي بالله الدنيا نبري مسرني قلم هنايت قلت أطبط لا دمتو كدراسة أنا غيرت واحدة من الناس فلا أبات قدروا بعيش ورتنفعني تنبيتو
كادي أول ما سك يوم ويت أنا حق على قبرته بعمر يوم يمكن ذاك لسكوت مهنة وديب قلة واللي قوته لكن مثل مشاكل ناي أسرة لقبا أبكار لقبا أتقارج قالكو عائلة والله طبعا مسؤوليتها ودراسة ما هي مسؤوليتها عائلة بزح مشاكل لا بايكوني وبالذات عبي بخدي بلا دي بعد عندها فتحة تقلنا بزح مشاكل لو بيكون أسرة تقلنا ولا جنا كمان رفعك قلت تدرس بزح ضرورة لا متي يكوني بس أنا اللي قبل بخط لعبة سناي لمدرسة فتحة قلنا وديب جوات عادنا تكالا كان من دقسنا ودراسنا نديوك وديب قبط عادنا قبط لما نعيكونا سرت بها السيتة اللي وكده بتحد تاني وهتاتي هي درسنا تيلا نسك اللي وكده لا درست تاني بلتو ولت كالا الدرجات ما أتنده ليكو تساعد التاني قل درس كبنايات بهلتو لدرسكو أدهيني وسك أده اللي مسير يتواصل لكن أنا مهينا يتمسل لدرسة لدرسة ليكو شك شك ليكو بهلتو نشق يكو الدرر بالله هي درس اللي قلت له لكن ايش دي انا بربي وباته بهلته بوالدي طلع بضحكهم دراسة تجلي امرته ومن جهلكم صار الوديته دراسة تجلي امرته وقل عادية وكمان دراسة ديو لي درس كأمري لقبيت إلا بدي بحلت أمر بالد دراسة حقا درس كأي حياة قلامر تقبيت لكي حتى يأمرني حقا الله دراسة كلين ترسنا دراسة تو وفيما يتعلق بمشاركة الإناث في العملية التعليمية لا يختلف الحال عما ذكرناه عند زيارة إحدى فصول برامج تعليم الكبار، فمعظم المشاركات في البرنامج من الإناث، وتؤكد الوثائق محو 85% من الإناث في المنطقة أميتهن، وكأنهن بذلك يصادقن على المقولة المعروفة: الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فلا نجاح دون مبادرة حقيقية من الداخل التي تشرك كافة شرائح المجتمع. وصدق المعلم إذ يقول: سنيت من نوسنا تقبع. سنيتنا من نوسنا تقبع. دي بقول لهم بهلين حتى دي بقول لهم مشاركتنا أولد الإنسات بالخاص. رينا من قبل نحن نتكلم ديريتنا دي سكلا مدرسة من اللي ديب اللي مجتمع لا اسم بتاع على فعلا 92 بساعات اول دانسات مبوتات على حسب لكم سلل امبيلو موظفه يهليت ديب اللي فمل ريكا ديبا عالم بالله لنا مشاكلنا مشاركتنا اول دانسات هلا على بهلته فهذا ديبا مستقبلنا نحن تلم تسال اكل حد لمشاركتنا اول دانسات والاولاد اكل حد تقبا الا قيست لادن قيس لنا وخصوصا لعلي فتح قلنا ثبت الله شفرنا عير ثبت الله ديب اللي عند تركزنا كل لجنانا أسك عصر كلايت تلا مسنا سبت أسك عصر حتى تلا مسنا سبت هلا بقنا تأكل سوى تبعت لقبة وأنس بنبال وقد تم تجهيز مدرسة مهميم بالكمبيوترات لتعريف الطلاب بمبادئ علم الحاسوب والتعرف عن كثب على ما وصلت إليه التكنولوجيا من علم وقام فرع التعليم بالإقليم بإدخال هذه الأجهزة حرصا منه على إدخال هذه المعدات الحديثة في المناطق النائية كما هو الحال في المدن فضلا عن كونها تمثل حافزا يشجع الطلاب لمواصلة التعليم والتوق للوصول إلى أعلى المراتب المرجوة وقد ضربت مديرية قارورة مثالا يحتذى به عندما استطاعت أن تنتج من فلذات أكبادها معلمين أكفاء يخدمون مجتمعهم ويصبحوا مفخرة لشعبهم ووطنهم يوم الليلة دي من النوع المثل أن احنا نفتكر به من أولادنا يدرسوا 7 ولا 8 أستاذ داخل مدارسنا و15 من أولادنا يدرسوا داخل مدارسنا بينتبح وشاكات وقرات ورحيب وحليبة وأراق ومبأة ورحيب ومهميمة وداخل المستشفى بتاعتنا يوجد 7 من أولادنا أيضا وواحد في التدريس في قندع
هذا من اللي يفتكر به ومش مهمين من اللي يفتكر به والشعب الإريتري وحكومة الشعب الإريتري لأنه تعرف تجربة هذا المنطقة. من يعرف قرورة قديما قد لا يعرفها حديثا، فلا المباني هي نفس المباني ولا المكان هو نفس المكان. بعد أن تم نقل الضحية إلى مكان آخر أكثر أمنا من السيول التي كانت تتعرض لها قرورة في السابق وعدم ملائمته للعيش، والبلدة الصغيرة لم تعد كذلك بعد الآن، بعد أن افتتحت الأسواق والمحال التجارية فيها وأنشئت المباني السكنية الحديثة واستوفت المتطلبات اللازمة لتأسيس الضحية. فعلا غير كثير، فعلا غير كثير، لأنه اهتمام الحكومة دي من أحد الصولة المجالين ما بتلعب به، يعني مجال الصحة والتعليم. فيعني الناس حس ممكن يعني من تأسيس المنطقة دي يعني لقت إقبال من السودان ومن الضوائح، ضوائح هنا ممكن يتكون من 4 ضوائح، يعني شافوا التعليم والصحة والناس سكنوا هنا بداخل، فحصل تغيير كبير، يعني تغيير كبير بواسطة الحكومة. طبعا الحكومة اهتمت بها اهتمام كبير، يعني في سبيل أنه الناس تتعلم وتفهم الوضع. فطبعا ده من سياسة الحكومة من أحد الثورة لي يومنا هذا مع حداثة الاستقلال في إريتريا وعشرين سنة يعني عشان تبني مجتمع وخدماته، يعني 20 سنة حاجة قليلة، يعني لو قارناها بدول الجوار عنده 50-60 سنة معانا نفوق بحاجات كثيرة، وده بخطط وبرامج مدروسة من قرى الحكومة. النقلة الموجودة بصفة عامة في قرورة نمط من النقلات الموجودة في داخل إريتريا، يعني دي إذا كانت نسبتها 50% المنظور بتاع الاستراتيجي الموجودة في داخل إريتريا لوفرة المواصلات والقرب المسافات، يعني حسب تقييمنا يكون وصلت 100% وفاتت أول يعني، لكن في المنطقة حقنا دي مع بعد يعني تقارب 500 كيلومتر ولا حاجة من أسمر اهتمام بها شديد، وحتى لو لاحظت تشوفها في شكل المواطن أو الطلبة الموجودين كانوا سابقا حتى موجودين في تغيير موجود، يعني مدرسة مؤسسة مبنية مكتملة ابتدائية على متوسطة، برضو النقل بتاع المدينة من صنادق وبيوت قش الليلة هو قاعدين في مباني. والله فعلا يعني مرور 20 عام دي يعني مش سهلة، كبيرة عامة في الوطن، وإنجازاتها وتطوراتها عامة في الدولة كبيرة، لأنه 20 سنة دي أنجزت فيها كثير من إنجازات والعمل. بعد المدن اللي كانت في أحد استعمار الكامل الطورة تطورت زيادة، والمكانت إنشائية يعني كل المؤسسات الحكومية الخدمات الاجتماعية والشؤون السياسية كل ده تطور فيها، وكل الخدمات منطقة ما وصلت الخدمات الاجتماعية أو ما في أي بقعة من إريتريا. تسعى إدارة إقليم شمال البحر الأحمر إلى تلبية احتياجات المواطنين في المناطق النائية، وقد تم مد خطوط الكهرباء في ضاحية مهممة بمديرية قرورة، وعبر المولد الكهربائي تم إنارة المنازل في تلك المنطقة. يعتبر إقليم شمال البحر الأحمر من الأقاليم التي لا تنعم بأمطار موسمية كافية، ونتيجة لذلك فمن الملاحظ أن منسوب المياه يقل مع مرور الزمن وتزداد ملوحته، ناهيك عن عملية التبخر الناتجة عن درجة الحرارة العالية. ورغم ذلك استطاع الإقليم أن يؤمن 60% من المياه الصالحة للشرب، وذلك من خلال حفر الآبار وبناء الأحواض وإقامة نقاط توزيع المياه وكذا مد خطوط المياه. ساهمت كلها في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، وأنقذتهم من تكبد مشاق السير على الأقدام لمسافات طويلة لجلب المياه، وتمكن الشعب للحصول على مياه نقية صالحة للشرب في ضواحيه.
في مهمين من يوم الليلة دي يوجد حكاية بتاعة 77 بير محفورة بتاعة موية، 15 بير منها محفورة بطريقة منظمة وطريقة حكومية. من ده الصالحة اللي شرب الموية 3 بير، واحد بالمواسير والثانية بالبمبة الموجودة في الكور والثانية بهنا، وثلاثة همباك بتاعت موية. ويستفيد سكان مهميمة بمديرية قارورة من خدمات المياه عبر الطاقة الشمسية بأنابيب نصبت على بعد 7 كيلومترات غربي الضاحية. تغذي هذه الأنابيب 6 نقاط توزيع متواجدة في الضاحية، كما يوجد مضخ آخر لملء عربات الصهاريج. فالازدحام بعد اليوم في مديرية قارورة، فالمياه كافية لسكانها ودوابها وحتى طيورها. أنا أبسط حاجة يعني إحنا هسه نتمتع بخدمات مياه متوفرة يعني من المواسير، أبسط حاجة قاعد تصل لبيوتنا يعني. أبسط حاجة تصير خرطوش من المواسير توصل لبيتك يعني. لو قارنت بالدول الثانية أو ما جيراننا بالأبسط يعني ما موجودة يعني. في البداية لما تشوف النقلة الموجودة كانت الناس تجي الساعة 3 صباحا تمشي تصف هناك في المواسير بتاع المويه ذكورا وناس يسووا جبنتهم، وحياة كانت معانا شديدة يعني بدراسة وبتقنية يعني عالية شديد. الحكومة يمكن بذلت الكثير من المال عشان في صغر هذا المواطن يعني، عشان كده حس المواسير الحوض الموجود بغادي المواسير لو مريت في الحلة يمكن في مواسيرها في آخر في خشم البيوت بتاع الحلة موجودة. فالإنسان يعني اهتمام بالخدمة الخدمات الاجتماعية مثل العيادة والصحة والتعليم والمياه دي الثلاثة دي الأساسيات. هم وعندما نقول أن الحكومة الإريترية بذلت جهودا مقدرة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق البحث عن السبل والعوامل المختلفة التي تحول دون النمو والتقدم الاجتماعي والتي تخرج من نطاق قدرة الأفراد الذين يعانون منها والتي تصعب حياتهم، وفي نفس الوقت تتصدى وتكافح هذه الأسباب وتختار أنسب الوسائل الفاعلة في المجتمع للقضاء عليها أو التقليل من آثارها والأضرار التي تنتج عنها إلى أدنى حد ممكن. ومنطقة معروفة بالتاريخ تعاقب عليها كل الاستعمارات، ومن ده طلعت ويوم الليلة دي شعبة دي ودي أي شعب قاعد يتحدث وقاعد يدرس وقاعد يتعلم وقاعد يتعالج وقاعد يفتكر وقاعد يعيد وقاعد يقول كلمته وقاعد يسمع كلمته دي ودي الباقي المجتمع. لكن قوكا أسوبية ساكنة تعلق نايدر قلت لقوكا أسوبية على الديبة قدام عند حريتكم راكبة تلا لا حكوها قسوية تهلا أمانة لو من قدام لا بنائي ودي ولا انت تقاسة كوطعانية تلا كالا انت عرفت تقاسة لأن حرية مرحلة عباية تلا كل الذي يبه لنا كالأدي لأنه قسم بالتالينا والأتمامون حددية لنا حرية انت ركبنا حرية ما ودعنا هي حرية انا بعباية ركبنا حبي حرية انت فدلنا يا الحرير ركبنا ليه احنا بتقييم اكل اللي تو وكل ركبنا دي من البلاكه يكون لانه كلينا نروح لنا وحريه مي قلبنا من كل ما شعب اللي من كل اكانت عند شطور على ما تقتل اكل القصو هلا عبي مرحله انا بقي معنا حاجه سهله يكون يعني. لو قارنت ال 20 سنه مع ابسط دوله في افريقيا عملنا لها في 20 سنه يمكن ما يعملوا في 40 سنه. اقول ان مقدار زي ده ودي منظوري الاستراتيجي والدراسه والخطط الموضوع هي اساس النجاح. تتوالى الأيام والسنوات وتمر بنا الذكريات وتبقى في ذاكرتنا ذكرى غالية وعزيزة على نفوسنا جميعا. مرت عليها 20 عاما، 20 عاما من الاستقلال مضت لبناء وطن حر ومزدهر، وطن يملك حق قراره وينتهج خطا سياسيا مستقلا، 20 عاما عاش فيها الشعب الإريتري لبناء إريتريا التي حلم بها يوما ما، وأخذت تجسده السواعد الإريترية بالعمل الدؤوب
والجهد المتضافر، محققا بذلك إنجازات هائلة ونجاحات مؤكدة، ليصبح يوم الاستقلال عيدا يفتخر به الإنسان الإريتري ويهنئ بقدومه القاصي والداني. استقلال العيد دي مناسبة طبعا أكبر مناسبة هذا كل المجتمع الإريتري، وإن شاء الله نحن بجانبنا هنتجهز لها. وبمناسبة هذه العيد هذا العيد طبعا أنا أحيي كل الشعب الإريتري، وإن شاء الله هيكون الزهار في المنطقة، وطبعا عيد سعيد للكل إن شاء الله. بهني أول الشعب الإريتري بالعيد عيد الاستقلال، إن شاء الله يبقى لنا عيد وسلام وعيد أمن وعيد استقرار وازدهار أكثر. عشر سنين سنة بزح الإنتاج لرئنا دي بقى وتطور لرئنا دي ودي بدراسات لك بقى دي بأعمار دي بتطورنا إلا لك بقى زيادة لك يسنا دي بقى بزح لإنتاج لو دينا دي بقى وما بزح في القريد لراكبنا دي بقى ولا سبت قد زي ما زيادة مننا إلا ودينا زيادة قدم قنيبل تعنا بلدت وشكرا. عيد استغلال الحمد لله، عيد استغلال نحن في كل عام عيد استغلال مودي هتو عظيماتناتو وهتو روحناتو لبو ليوم لقلان حد عناتو عيد استغلال. وعيد استغلال إن شاء الله نقلي ترفاه والسلام وتراكا ودي عافية ودي بدحن قنيدين نتمنى دي بجميع إريتريا ودي وفاق إن شاء الله ومسلة تطور لجرها الله قلت التطور نيجيس اتمنى مثل خيراتنا لفقرها الله إن شاء الله تقدم وتراخ أنقيس أتمنيه. هن الشعب الإريتري بالداخل وفي الخارج بالاستقلال نحن فرحانين إن شاء الله، كل ما موجود يعني في الخارج وفي الداخل نحن الليلة نفرح إن شاء الله، وبشر كل الشعب الإريتري في الاستقرار وفي الفرح، وكل إن شاء الله ما يأتي علينا العدو ويقفيه الله السميع العليم إن شاء الله. عيد استقلال إن شاء الله بسلام وبعافية لمتنا وكل دور هنا يتلامعين لبنا تحبن وبن شننتا وكلين هنا يتفارحان ولو قمع هنا ابن يارت اقن حالفو كلين الدولية مقلل لنا وإن شاء الله بسلامة الحمد.